أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية كفاءات من دولة الإمارات. وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسيد محمد راشد، أحد الكفاءات الإماراتية، صاحب الرهيب لتلميع السيارات. بداية أسعد الله أوقاتك. يا أهلا ومرحبا، مساكم الله بالخير يا مرحبا. الله يمسيك بأنوار النبي. لو نبتعد قليلا عن الألقاب في البداية ونعرف السادة المشاهدين، من هو السيد محمد راشد؟ محمد راشد شاب توني بادي بحياة البزنس. جميل. داخل بهالمشاريع كمشروع بسيط، أول مشروع لي. نعم. أتعلم من أخذ منه خبرة. نعم. بسيطة كبداية، وأتعلم أستفيد منها كمشاريع مستقبلية إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً إحنا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق. مشكور. بس خبر السادة المشاهدين، كيف أنت انتقلت من حياة الوظيفة إلى حياة البزنس وأسست بزنس خاص فيك؟ والله في بداياتي فكرت بالمشروع كذا مرة، واستشرت كذا ناس عندهم خبرة في المشاريع. جميل. فحبيت اني ابدا في مشروع لو انه كان بسيط، او اني خسرت بالمشروع ولا شيء. نعم. اكون وضع خطه مستقبليه كيف اطور من هالمشروع هذا. جميل. وارفع من سمعه المشروع هذا. جميل جدا. طبعا خلينا شوي نتكلم عن البزنس ونسلط الضوء على البزنس اكثر، وتخبر السادة المشاهدين اليوم بالاشياء اللي انت طورتها داخل المغسلة. ثاني شيء بدنا تكلمنا عن الخدمات المميزة اللي بتقدمها لك. تفضل. دام فضلك. بداية اخذت المغسلة من عند شخص معين، بس كان هاملنها يعني. جميل. بشكل واضح يعني ملحوظ. جميل. فاشتريتها عنه وطورت فيها، غيرت ديزاينها خارجيا وغيرت العمال الموجودين. جميل. وطورت كبداية للمشروع وغيرت ديزاين المحل شوي. نعم. وسويت لهم جلسة استراحة خاصة في الزباين، الكاستمر. هي نعم. جميل. الكاستمر. والأشياء المميزة اللي فيها هي أني لما يجي الزبون يستلم السيارة تكون مبخرة مع عطر، مع شغلات بسيطة كذا يعني حق انه يرتاح فيها الزبون يعني. يا سلام. خلينا نقول هاي اشياء تحفيزية. هي نعم. ومش موجودة خلينا نقول في باقي المغاسل يعني. تقريبا. جميل جدا، جميل جدا، ما شاء الله عليك. يعني بدنا توجه رسالة اليوم للشباب اللي حاب يقدم على البزنس. انت كما تفضلت يعني وتكلمت في السابق انه يجب انك تدرس. أكيد. البزنس في البداية. اكيد. فوجه رسالة للشباب المقبل على الاستثمار. اللي حاب يدخل بزنس بالبداية يدرس. جميل. الموضوع ويدرس من ناحية الميزانية، من ناحية الخسائر. نعم. من ناحية انه ما بيأثر عليه مستقبلا او بيأثر على مستواه المعيشي. جميل. انه يكون حاط خطة، يعني حط خطة دراسية بالموضوع هذا لمستقبلا كيف ينجح المشروع هذا، كيف يطور من. طيب لو كان فيه في البداية خسارة، هل انه يوقف عند هذه الخساره ام يستكمل؟ لا بالعكس، هالخساره هاي تكون درس له ودافع له انه يطور مشروع افضل. يا سلام. او انه يتجه لمشروع ثاني. يعني ما ييأس. لا ما ييأس. نعم. البزنس بده صبر. اكيد لازم. جميل. في صبر وخبرات كثيره لازم يتعلمها من ويستفيد من افراد جميل. المجتمع. جميل جدا، جميل جدا.
خلينا نتكلم شوي عن النظرة المستقبلية. أكيد ما شاء الله عليك أنت لساتك شباب. نعم. بلشت في تأسيس بزنس خاص فيك ما شاء الله، وصلت إلى مرحلة النجاح اليوم. أنت بتفكر أكيد في أعمال ثانية. أكيد. خبرنا عن النظرة المستقبلية. والله أفكر إني أفتح لي مطعم خاص في خاص فيني أنا. جميل. وإني أشتغل فيه مع العمال اللي موجودين فيه. تكون قريب، خلينا نقول قريب من الأيدي العاملة. هي نعم. نعم جميل. وأعطيهم الأشياء الخاصة اللي فيني أنا أطور. يا سلام. إن شاء الله. إحنا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق. ما قصرت. خلينا شوي نحكي عن دولة الإمارات. دولتنا الأم خلينا نحكي. خلينا نحكي عن دولة الإمارات بعيدا عن البزنس. أنت بتعرف اليوم دولة الإمارات بيئة أمن وأمان. أكيد. الحمد إذا وجد لله. الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار وجد الازدهار. الحمد لله. وأنت بتعرف إنه إذا وجدت هذه القواعد في أي بلد فهي بلد آمنة وبلد حاضنة للاستثمار. صحيح. فإحنا من واجبنا نوجه رسالة شكر لحكامنا وشيوخنا في دولة الإمارات. صحيح. ما شاء الله على ما وفروه من أمن وأمان. الحمد بطاقة لله. الشكر للشيوخ. الحمد لله. حاب أشكر شيوخ الإمارات كلهم، وعلى راسهم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد. نعم. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. نعم. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. جميل. وجميع حكام الشيوخ الإمارات. يا سلام عليك. طبعا وإحنا من شاشتنا لحكامنا وشيوخنا في دولة الإمارات بطاقة شكر خاصة. نعم. فعلا على ما وفروه من أمن وأمان ورفاهية داخل دولة. نعم الحمد لله. أخيرا وليس آخرا، لكل إنسان مسيرة حياته. أكيد. صحيح. اليوم في بطاقة شكر لمين بتحب تهديها؟ والله بديها لوالدتي وأبوي اللي هم أكثر الداعمين لي. أطال الله في عمرهم إن شاء الله. إحنا طبعا بنوجه لهم كل التحية ما شاء الله عليهم. جزاكم الله خير. ما قصر. إحنا سعيدين جدا اليوم بأنك كنت أحد ضيوفنا المميزين. وأنا أكثر تشرفت فيك. الشباب الكفاءات الإماراتية اللي إحنا بنعتز ونفتخر فيها. ما قصر. داخل دولة الإمارات. ما قصر. وإحنا إن شاء الله من سنة إلى سنة بنشوفك في أعلى المراتب. إن شاء الله. أعطيني لوكيشن المحل في النهاية. لوكيشن المحل موجود في منطقة الزبارة. جميل. تمام. مقابل صالون كازابلانكا للسيدات. جميل. في بعضهم يقدر يعني العمال اللي ياخذون السياره من كاستمر الصالون مثلا. يا سلام. اللي هو عنصر نسائي. أه. ويجيبون يغسلونها ويرجعونها لهم. يا سلام. هي نعم. يا سلام جميل جدا. خلينا نقول هاي كمان من الخدمات المميزه. هي اللي نعم. بتقدموها داخل. هي نعم. المغسله. تمام. شكرا لك. شكرا انك كنت حاضر في برنامجنا. شكرا. ما قصرت. وشكرا لدعمك. جزاكم الله خير. ما قصرتوا. ما قصرتوا. الله يجزاكم الله خير. يا هلا مرحبا.